يا الله يا الله يا الله يا من يجب كل من دعا واصلح امور المسلمين اجمعين واصلح مكائد اللغات المعتدين بسر الشيخ رحمه الله ثم اصطفاه شاكرا اياه ثم هداه ربي واجتباه ومن يكد هر سقاه جزي عنا باحسن جزاء به كل الوجود برزاء تسقنا بسره من كاسه صاف في الال من راحه الانس وصل قدر المصطفى عليه والال وصحبه المقتدي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله.